الدول اللي من خلال الكونفدرالية مع جامعيين مراكز ديال الأبحاث كتحاول ترصد وتوقف على واقع مر ديال العمالة المنزلية، رغم كاين قانون لكن التفعيل ديالو من خلال مجموعة من الأرقام والإحصائيات كتبين بأن هناك اختلالات كبيرة على مستوى الترجمة ديال هذا القانون وعلى مستوى الاستيعاب لدى المشغلين، وبالتالي أن هناك وضع اللي كيمس أساسا الكرامة ديال العاملات والعمال، كيمس الحقوق ديالهم الأساسية، كيمس التصريح ديالهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذه آلية من أجل الدفع من طرف كل المؤسسات المعنية من أجل تفعيل القانون والدفع بهم هما كأجراء أو كعاملة وعمال من أجل التنظيم ديالهم والدفاع عن الحقوق ديالهم. الهدف الأول هو تقديم نتائج الندوة، نتائج الدراسة اللي اشتغل فيها معنا مركز الدراسات والعلوم السوسيولوجية، أستاذ الساعف هو الرئيس ديال هذا المركز، واللي حنا ككونفدرالية كان عندنا معهم شراكة، كنشتغلوا معهم على عدة مجالات، وهذه الدراسة اشتغلنا معهم فيها. وفي بعد الزوال، حصة بعد الزوال غادي نشتغلوا، لأنه حاضرين ممثلين ديال وزارة التشغيل، ديال الضمان الاجتماعي، جمعيات حقوقية نسائية، المرصد ديال التشغيل، مجموعة ديال لي زوبسيرفاتوار، غادي نشتغلوا معاهم باش نوضحوا ولا نناقشوا بيناتنا شنو هي الإمكانيات ديال بلورة استراتيجية مندمجة اللي غادي تمكن باش تسريع ديال باش يمروا هاد العاملات والعمال المنزليين القطاع الغير المهيكل القطاع المهيكل، تكون عندهم الحماية الاجتماعية.